السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. 430 من سورة سبأ. بداية، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتبهوا، لقد كان لسبأ في مسكنهم، إحنا زمان كنت أقول مساكنهم، فنسأل الله السلامة. فتنتبهوا إذا أنتم بتغلطوا زي ما كنت أنا زمان أغلط، مسكنهم مسكن. آية جنتان، آية جنتان، عن يمين وشمال. نسأل الله من فضله ورحمته وعطائه ورضوان منه أكبر، اسألوا الله من فضله. كلوا من رزق ربكم، ربكم، واشكروا له. في الصفحة اللي قبلها اعملوا آل داود شكرا، وينها؟ اعملوا آل داود شكرا، وقلنا الشكر بالعمل هنا. واشكروا له، هم ما شكروا الله يعني ما عملوا شكرا لله، هاي واحدة. الله رزقهم بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا يعني ما عملوا اللي طلب منهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تنتبهوا للساكن، الساكن خم وأثل وشيء، تمام؟ سد، كل هدول سواكن، انتبهوها ما تحركوها. برضو أنا زمان بالزمانات قبل ما أتعلم القرآن صح كنت إيش أحركهم، فالساكن كله 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 يثبت ما عدا المقلقل، وكله دائما على وضع الساكن. خم وأثل على وضع الساكن، وشيء على وضع الساكن، وسد سد على وضع الساكن، بس ايش القلقلة في نفس المخرج، تمام؟ كفروا اللهم قارب بين أسفارنا، واجمعنا على حبايبنا دائما يا رب العالمين على خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم خليهم مع بعض والمسافات قريبة، راحوا طلبوا البعد، نسأل الله السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وظلموا، اللام برضو مرققة، وظلموا أنفسهم. طيب، ومزقناهم لكل صبار شكور. ولقد صد، انتبهوا للدال الأولى ممكن تطلع معاك ضاد وانت مش منتبه. صدق عليهم إبليس ظنه من سلطة، انتبهوا اللام والسين، سلطان إلا، فتنتبه، حفيظ في زمن لله، انتبهوا، من ظهير
الراء الساكنة المرققة كتير في ناس بتطلع لي معها همس ظاهير، بس اللي هو ظاهير مش عارف ليش بتطلع معاكو هيك، نسأل الله السلامة. فتنتبهوا بس ما تطلعوش الهواء وترموهوش برا، اسحبيه لجوا. يلا إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وعطائك غير مجدود ورحمة من عندك وفضل ورضوان منك أكبر، ورضوان منك أكبر. يلا اسألوا الله دائما الفضل والعطاء والرحمة والرضوان الأساسي اللي بنجينا يوم القيامة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء، مع السلامة.